بونجور، صباح الخير، كيفك؟ منيح، مش الحال؟ الحمد لله. اليوم لانه انا قررت احكيك بالفرنساوي لانه انت عاده بترد علي بالفرنساوي، قررت انت تحكي عربي. شو اطباقنا اليوم؟ اليوم عن اكله هيك لبنانيه، ما خلينا ما في شيء اكل لا فرنسي ولا تليان اليوم. شو طبقنا اليوم؟ اليوم عاملين فريكه بالخضره، رح نشوي الخضره ورح نطبخ الفريكه ورح نعمل مقبلات، هي الحمص مع اللقطين. حلو، يعني كيف صرنا معودين الحمص بالبيستو، حمص بالشمندر، و نحن رح نعمل حمص باللقطين. اوكي، اكيد المكونات رح يكون فيها طحينه وكمون. يلا قل مكونات اول وحده رح تكون الفريكه. اكيد بدنا فريكه الاخضر، يعني القمح الاخضر. هلا بنغسلون، دجاجنا منقيون، بنغسلون وننشفهم مزبوط وبنرجع نبلش نطبخ مع البصل والثوم. اوكي، هلا كل هول الانجريدينتس اللي هون هودي للفريكه ولا هول مخلوطين؟ مخلوطين. هلا هول الخضره للفريكه هيك برم للفريكه، وبالنص الحمص مع اللقطين. في لقطين حطينا تحت، بعدنا نقشرها وبدي اسلقها ونعملها بيوري لللقطين، نرجع نضربها بالميكسر مع الحمص ناعم على الاخر، ونزيد لهم طحينه والثوم والملح. قد ايه بدهم وقت مع بعضهم؟ اذا كمان السيدات بدهم يعملوهم بنفس النهار ما بدهم كثير وقت، يعني اهم شيء اللقطين بدها سلق تقريبا ربع ساعه. بتاخذ بس ربع ساعه؟ ما بدها شيء، ولانه نحن رح نقطعها كيوبات كانه عم نسلق بطاطا. اوكي، واللقطين اسرع بالسلق من البطاطا، والباقيين الحمص حب دجاج مسلوق. يعني على طول انا بقول انه بدنا نحضر كل اكل الميزون بلاس تبعنا كرمال نرتاح بالطبخ ويكون كل شيء على ايدنا وكل شيء جاهز. طيب شاف، يلا كرمال ما نسرق الوقت رح اتركك، ومثل العاده مشاهدينا ايدوا كل المكونات واحفظوهم، واذا ما قدرتوا تتابعون هلا وفالين فيكم تتابعون على صفحه ال بي سي اي وعلى صفحه مورنينج توك. يعطيك العافيه. ثانك يو. شو انا اول شيء رح بلش، بدي في الفريك قدامي رح اغسلهم مزبوط، صفيهم اتركهم على جنب، ارجع بلش قطع البصل والثوم، بلش قليهم كرمال احط الفريكه فوقهم مع البهارات، ونرجع نشوي الخضره. انا الخضره رح اعطيهم لون هون قدامي، ارجع فوتهم على الفرن يكفوا استوى على الاخر. اول ستيب رح اعملها هي الفريكه الخضراء، بدي اغسلها. نغسلها بهالطريقه، نرجع بنصفيها وبتركها شوي على جنب تتصفي المي منها كله. هيدي المصفايه، هلا اتركها حدي انا تتصفي مزبوط. هلا رح اجيب خشبه بلش اقطع البصل والثوم، رح بلش انا احط زيت زيتون هون شوي، كمان هون شوي تنقلي الخضره ونقلي البصل والثوم لطبختنا. اكيد بدنا بصل الحب، اتمنى حيلا طبخه بدل بصل. رح اقصهم انا جوانح بالطريقه، كمان بدنا توم ودلوع الكرافس كمان. عندي انا توم الحب حدي كمان، رقطون سلايسات. رح اترك حبتين توم صغار انا كمان كرمال الحمص مع اللقطين. هود لوع الكرافس كمان يعطونا نكهة. هول المكونات الثلاثة هون. أول ما تحموا رح بلش سقطهم أول طنجرة، هول ثلاثة أيتم أساسيات. هلا بدي بلش جيب الخضرة كمان، عندي جزر قدامي كمان، جزرة واحدة روندي رح قصها، كمان بدي اطبخها مع الفريك الخضراء. جزر بيعطينا لون مع الفريكة وبيعطينا طعمة طيبة.
وباقي المكونات رح نشويهم شوي. صار في عنا أربع مكونات. أول طنجرة بصل، ثوم، الكرافس والجزر. عندي هون أنا حدي مرقة الخضرة. مرقة الخضرة على طول نحن بنترك باك أب عنا مرق كرمال نستعملهم حيلا طبخة نعملها، مع إنه اليوم طبختنا كلها خضرة ما فيها شيء لحوم، رح استعمل مرقة الخضرة كمان كرمال هيك نقوي نكهة أكثر وأكثر. تنعمل أكلتنا أكيد بدنا بصل والثوم، أكيد في عنا هون الفريك الخضرة يلي أنا غسلتها، هي صحية كل بروتيين فيها بعضه لأنه بتنقطف خضرة وبتتوضب. وفي عندي حدي أنا هون رح أحط الباذنجان، الكوسة والجزر، وأنا حطيت هون بصل وثوم وكرافس، وحطيت كمان جزر رونديل قطعتهم. هلأ بالمقلية اللي حدي رح أقطع الجزر والكوسة، دبايا شعطيهم كفر لون ملح وبهر، ارجع حطهم كفيلهم شويهم بالفرن لأنه مثل ما قلنا نحن عم نعمل فريكة بالخضرة، الجزر بياخد أكتر شي وقت. رح نستوي أنا من برا، ارجع كفيله شويه بالفرن. أكيد كلنا معودين الفريكة بالدجاج وباللحوم فينا، بس هلا هيدي الباز مع الخضرة أكيد كون كلنا طالعين من ويكاند سبت أحد كله أكل لحوم، لازم تنين هيك نبلش على رواق نرجع نتعود على الخضرة. هون الجزر بدي أعطيهم لون على كل الميلات، بدي أجيب ملعقة بلش حرك المكونات كله. من اول ما نبلشوا ينطبخوا مزبوط، ما بدي احرقهم على الاخر، انا دغري رح نزل الفريكي فوقهم ورح احط مرق الخضره دغري فوقهم. انا هون قدامي في نص كيلو فريكي غسلتهم، في عندي هون لتر من مرق الخضره رح احطهم فوقهم دغري. هلا رح بلش احضر ميزون بلاس تبعي، باخذ الباذنجان كمان، فينا نقصها بالطريقة اللي بدنا اياها، رح اقصهم دومي رونديل انا نص دائرة، بجيب صينية أنا لحدي رح صف الباذنجان وملحهم شوي كرمال بق ميته، هلا هاي الفريكة بدي أقربها لحدي أنا لهون كرمال هلا بدي سقطها فوق المكونات كلهم. هلا هيدي الفريكة الخضراء رح نزلهم فوق الجزر والبصل والثوم، مع الفريكة بعدها أكلي إن أنا بدي سوق له مزبوط نستغنى عن الرز لأنه صحية أكثر. هلا الرز صحة كمان بس فيها أقل نشويات لأنه قمحة كاملة وخضرة، مشان هيك حبذا أنا بالأكل محل الرز. هلا حطيت الفريكة، حطيت البصل والثوم والجزر والكرافس، هلا بدي أحط البهارات، ارجع اخر شيء نزل المي. في عندي العقده الصفراء نحط ملعقه صغيره نص،
فعندي البابريكا المدخنة حط نص ملعقة صغيرة كيف بدنا نحط الملح نحط ملح هون ملعقتين صغار البهار الأسود نرجع بنحرك المكونات كلها هلا دغري برجع بسقط مرقة الخضرة فوقهم هلا بتركها تتغلي شوي انا رح ذوقها بس اشوف اذا الملح تبعولها منيح تمام جيدة جدا هلا اول ما ببلش تغلي اكيد مسكر عليها مثل الرز هي بتاخذ وقت اكثر شوي من الرز الرز بده 11 دقيقة هون الفريكة بتاخذ 15 دقيقة اول ما ببلش تغلي المي رح سكر عليها هون رح خفف شوي رح كفي هلا تقطيع الخضرة رح جيب الكوسة كمان رح صفهم هاد الباذنجان رح احط لهم ملح وزيت زيتون لان ما في زبده اليوم ما في زيت نباتي كله صحة على الاخر هلا رح احط ملح زيت زيتون برجع اخذهم على الفرن دغري رح اشويهم شوي اكيد بعد ربع ساعة ببرمها على تاني ميل تا ياخذوا لون على الميلتين عندي هون الجزر اخذوا لون اول دور رح نزلهم هون رح اتركها حامي انا حدي هلا رح اقطع باقي الكوسة كمان رح احط هون كمان نشوي شوي كمان حبة الباذنجان كمان وسع لون هذا طريقة الشوي الصحي نقطة زيت زيتون فينا من هالخضريات نعمل سلاد الخضرة يلي ما بحب الفريكة يعني الكوسة باذنجان الجزر كله عم نشوي شوي فيا تنعمل سلاد هيدي مع البلسميك مع زيت زيتون رشة ملح صحية كتير على الاخر وإذا بدنا نشويات فينا نزيد بطاطا كمان نشوي بطاطا ونزيد عليها بطاطا تركينا شوي للشتوية هلا في وقت هلا هون هلا بتاني فقرة
رح انا اجيب حبه لقطين. هيدي حبه لقطين انا جايب بورشن صغير، يعني لقطين الكبيره اساسها بورشن صغيره. هلا كلها بدي اشيل الكفر عنا القشره، رح اقطعها مكعبات ورح نسلقها بالمي، بترجع تصير بيوريه. بس تصير بيوريه بالميكسر، فعندي الحمص الحب، بطحن الحمص الحب، يعني حضروا الحمص الحب، طحينه، ثوم الحب، بدي اضربهم مع بعضهم مع شويه زيت زيتون، ارجع زيد عليهم البوري اللقطين البوري، بكون هي دجا بردت، نضربهم كلهم مع بعضهم، بصير عندنا حمص باللقطين. فهيدي رح تكون هيك تيبسي جديده وابيتايزر مقبلات لبنانيه جديده. هلا هون الكوسه هول نضربهم شوي. هيدي الفريكة حدي بلشت تغلي مثل ما شايفين، على دقيقة وبسكرها كرمال من البخار يستوي القمح جوا، القمح الأخضر. هلا الخضريات كلها عم نشويها، عنا هون طبخة صارت جاهزة. هلا بالفقرة الثانية رح نعمل أنا وياكم الحمص باللقطين. أنا رح تابع الطبخة مثل ما شفنا بأول فقرة، الفريكة طبختها مع الثوم والجزر والكرافس صارت جاهزة. رح ضل أنا بسكر عليها تضل سخنة وشويت الخضرة، وهلأ بدي أعمل الحمص مع اللقطين. اللقطين أنا عم بسلقه هون، بعدين رح أضربه بالميكسر تيصير بيريه، بس هلأ رح أحضر الحمص مع اللقطين. فعندي هون حمص حب، رح أحطهم بالميكسر. عطول الحمص تيطلع ناعم معكم عطول لازم نحطه بالميكسر، يكون اكيد مستوي مزبوط مزبوط، ومنحط له مي مسقعه او حبتين ثلج كرمال ونضربهم لحالهم اول شيء كرمال ينعموا ينعموا مزبوط. مش هيك بنشوف في محلات او عندكم بالبيت بنشوف اذا الحمص مبرغل او الحمص ناعم، فهيدي اول تيبس انه لازم عطول ينضرب مزبوط مزبوط، ونحط له مي تيضل ابيض لونه او تلج وكرمال ينعم مزبوط. هلا اول شيء رح احط انا شويه مي مسقعه، رح ارجع احط المكونات بعد ما اضربهم شوي نعمهم. بس توقف الميكسر يعني بدها مي، بعد نزيد لها شوية مي كرمال تلقطهم الشفرة. فينا نحرك مكونات شوي، رح ارجع نعمهم مزبوط. تمام سعادة شوية بدنا ندرد بعد صغيرة. هلا رح زد لهم أنا الملح، طحينة، ثوم الحب، الكمون. هيدا ثوم الحب رح أحط لهم 3 حبات صغار، رح أحط كمون 1/4 ملعقة صغيرة، في حد الملح، نص ملعقة صغيرة، نقطة زيت زيتون، هلا رح اضرب المكونات مع بعضهم، ارجع زيد طحين. هلا
هلا رح اجيب طحينة انا زيدها فوقها كمان. هلا هي بعد ما خلصت على الاخر انا ناطر بس اللقطين تيستوي، ارجع برده ارجع كمان اضربهم فوقهم تناخد نكهه اللقطين والحمص مع بعض. هلا عم بعمل باز انا الحمص العادي معروف حمص بطحينه، ارجع زيد المكون بدنا نزيد عليه، مثل ما قلنا فينا نزيد بيستو، فينا نزيد بيتروت، شمندر. هلا رح كمان اخلي المكنه مفتوحه بساعدها. رح فرجيكم بس كيف نعمه كيف طلعوا معنا. هيدا بعد ما زدنا عليها من هيك كيف متماسكه وناعمه. هيدا هي الحمص بطحينه اللي كلنا بنعرفها بناكلها بالمطاعم ببيوتنا. بتملكن اول تيبس بس كلنا بنعرف نعمل حمص بطحينه، بس الزياده انه الحمص يكون مسلوق مزبوط اول ما بنضربه لحاله مع الثلج، هيدا اهم شيء بينعم. بعدين بنزيد المكونات كلها، بنزيد الطحينه، بنحب الطحينه زياده قليل، هون بنتحكم فيها مثل ما بدنا. بس اول شيء تطلع ناعمه بهالطريقه منا مبرغله لازم نضربها بثلج او بماء مسقعه لحاله. هلا لكان استوى عندي اللقطين رح اتركهم هون على جنب، ارجع صفيهم انا وزيد كم بورشن تقريبا 150 جرام من اللقطين فوق الحمص بالطحينه، هن رح يكونوا بيوري وفيهم ماء كمان، رح كمان تنعم اكثر واكثر ويطلع لنا اللون الاصفر يكون الطاغي. هلا بما انه انا عم بشوي الخضره هون قدامي رح اعمل سلاد صغيره بالزيت الزيتون دبس الرمان. انا مثل ما وعدتكم اليوم انه هي حلقه رح تكون كلها طبخ اكيد، بس كلها رح تكون خضره يعني ما في شيء عندنا لحوم اليوم. رح اجيب صحن صغير، في عنا هون باقة الروكا، رح افرمها ناعم. كل شيء مكونات انا شويتها قدامي، رح احطهم بهالسلاد، رح ازيد لها زيت زيتون ودبس الرمان، لا اكثر ولا ولا بلسميك ولا 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 اي شيء. سلاد هيني وهيك عم نرضي كل الاذواق. انا رح وزع جزر بالنص، عندي الكوسة حطهم داير من دار الصحن. هيدا الباذنجان المشوي، بين الكوسة رح حطهم. عندي هون انا الزعتر، بدنا نشكلهم هيك بالصحن، هول بيتاكلوا بيعطوني نكهة طيبة. انا بس هلا رح زيد زيت زيتون على المكونات كلها وشوية دبس الرمان. هيدي الطريقة نقطة نقطة تيوصل زيت زيتون على الروكة تحت، هنحطين روكة نحن. هيدا دبس الرمان، دبس الرمان يلي فيه الحموضة وفيه السويت، يعني كمان دبس رمان طبيعي، يعني ما حطينا أي مكون بيأذي أو أي مكون
برا تحبوه. كمان رح وزعهم على المكونات كلها بالطريقة. من هيدي سلات صغيرة مهضومة ما أخذت وقت معنا. بتتاكل يعني ما حطينا شي، روكا، دبس رمان، زيت زيتون، وشوينا الخضرة مع رشة ملح، كله مشوين قدامنا هون كان على التفال. هلا أنا بدي صفي اللقطين، صار هون قدامي جاهز، فعندي المصفاية ورا رح أحضرها. بجيب اللقطين صفيهم كرمال أرجع بردهم. هيدي الطريقة مثل ما شايفين لقطين استوى على الآخر. يعني هلا بدي اطحنهم أنا لحالهم، ارجع زيتهم على الحمص بالطحين اللي عملتهم تنعمل حمص باللقطين. كمان خضروات كلها ببعض اليوم ما حطينا أي مكون، ما في لحوم ما في شيء. يعني هلا تكلنا بردنا اللقطين، رح نروح بريك صغير ونرجع لكم اخر فقره نشوف كيف رح نسكب طبقنا اليوم. مشاهدينا وختام مسك طبعا مثل العاده مع الشيف دزغيب اليوم ومع زميلتي الحلوه رهف، وتنعمل اللمسات الاخيره على الاطباق. لازم نعيط لكارمن كمان الليله تبقى معنا لتذوق الاكله، لانه عيطونا لكارمن خليها تنضم لنا. ايه. لانه اصلا لازم تعمل تيستينج وتعطينا رايك. صح مزبوط مزبوط. اليوم بنخبر شو وصفتنا. مزبوط اليوم عملنا نحن الحمص. اول شيء هيدا الحمص بطحينه الطبيعيه هيك نعمناها على الاخر. أوكي. الطريقه اللي علمناهم كمان كيف بنعمها ما تكون مبرغله ما شايفين يعني. كل يعني قد ايه حمص مقابيل الطحينه اذا بدك نعطي 100%؟ حطينا نحن 150 جرام حمص و100 جرام طحينه. اوكي اوكي. بس اول شيء عملنا انه حطينا الحمص المسلوق، حطينا لهم ماي مسقعه وضربناهم مزبوط مزبوط ليضل لونهم ابيض وتينعموا. هيدي التيب ليضل محافظ على اللون وما تصفر تغمق كثير. صح وضل وتنعم مزبوط اهم شيء. حطينا ثوم. ليش بقولوا حمص كريم؟ ايه حطيت حبتين ثوم. حبتين ثوم لل 150 جرام. اوكي 100%. اوكي ورجعنا زدنا الطحينه وحامض وملح. حامض وملح، فعلا وصفه سهله كثير. سهله. رجعت هون الميله على الاصفر هي الحمص مع اللقطين. شو ضفنا عليها؟ لقطين انا سلقته صفيته وطحنته. جاد على المكونات اللي كنت طحنها قبل زدت عليهم 100 جرام هيك بيطلعوا صفر، بيطلع نكهة سويت طعمة المسلوقة. طيب نوصل لهون، هون شو في عنا؟ هون عنا الفريكي. هذا الطبق الرئيسي اليوم الفريكي. نحن قلينا بصل وثوم. أكيد قلينا بصل وثوم والكرافس ورجعنا غسلنا الفريكي وحطيت العقدة الصفرة وملح وبهار. ما في شيء هون، ما حطينا ابدا مرق لحمه او دجاج. لا يعني نباتيه 100%. حطيت مرق خضرة لكل نص خضرة. لتر حطيت لتر مرق خضرة. وهلا كمان في بالفرن بعد شوية خضرة شاويينه بدي احطهم على وجه الفريكي. يلا نعمل حط لهم شوية كاجو نايين كمان. الكاجو ما شويتهم ولا قليتهم ولا شيء تضل هيك وكثير ملفت. صح. استعمالك عن جد للكاجو بهالوصفة شيف، لأنه كمان النيوتريشن فاليو تبع الكاجو عالي. يعني نحن هيك عم نعوض بنقص اللحمة أو الدجاج لأنها نباتية لنزيد لها الإفادة تبع الأكلة لأنه النقص مهمين. كمان هون الفريكي كيف قلينا قلية الفريكي؟ حطينا بصل، حطيت زيت زيتون شوي، زيت زيتون وبصل، بصل وثوم والكرافس، حطيت لهم جزر. جزر هيك بيعطي شوي. ليش استعملنا كرافس؟ الكرافس هي قريبة كثير على البصلة، بتعطيها النكهة وبتعطيها بتكب الفليفر الدلع. صح. اوكي بكره بالشتي بالسوبات كل السوبات فيها البصل والثوم والكرافس، هول الأساسيات يعني. مظبوط. بكره البركه صرت عملنا شوربه كثير. ايه بكره تا هيك انت والشيف حنا كل يوم بدنا شوربه. ايه بصير الشوربه اساسيه. ايه بكره على الموسم الشتوي. انا بالشتي بحب دائما يكون في على السفره شوربه. ليك اعتمادها كثير مميز سبيشلي للعشاء. لانه دائما انت بالعشاء ما بدك تقل كثير، بدك تاكل شيء خفيف ومغذي بنفس الوقت وبدفيك، يعني دائما قبل ما بدك تنام بتتدفى، فسوب از ا جود تشويس. والسلطه دائما بالصيف لانه بتبول. انا بحكي هلا انا على مدار السنه باكل. لا انا بالشتي بنقل. ايه او اذا مضبوط ليك على فكره اوقات باخذها بالسوق، يعني وقت اخذ الخضره بالسوق
ما بيعود في داعي تاخذ ترجع خضره بسالد، فخلص بدك مهم يكون عندك مصدر خضره بالنهار بالوجبات. هلا انا عم بوزع، انا عم بوزع الخضره اللي شويناها، انا بس حطيت زيت زيتون عليهم وملح وشويتهم بالفرن لا اكثر ولا اقل. طريقة صحية، صحية استعملنا الباذنجان والكوسة والجزر، صح، هي الفريكة تحت رح تعطينا نكهة كمان، واكيد فينا نضيف عليها اللي بدنا اياه اذا بدنا نزيد بعد خضرة على زاوية، صح، فينا بروكولي، فينا بروكولي طبعا، فينا المشروم. في شي خضرة جورج ما بتحبها ولا بتاكل؟ بتحب كل انواع الخضرة ولا في شي خضرة ما بتاكلها؟ ايه بحب كل انواع الخضرة اذا ايه ستيم بحبهم. في ناس كثير بعرفها ما بتاكل كوسة. لا باكل كوسة؟ ايه هي انا بحس اكثر شيء البامية. انا كان عندي فكرة عنها للبامية لحد ما ماما يعني شجعتني قالت لي ذوقيها. ما كنت تحبيها؟ ليك شكلها وريحتها ما بعرف بيزعجوني، انت دقتها اكتشفت انها كثير طيبة. في ناس يعني بينزعجوا من بتحكم اوقات على قصص غلط، بس ما عادة مع انه بحس ال لحظة انت عم تحكم عن البامية بامية. او بامية صح لكن مضبوطة بامية. خلص بامية. انا ما بعرف ليش قلت بامية اخذت بازيلا. هالبازيلا شعبيتها كبيرة. ايه لانه بشوف التكستشر تبعها بتعرفي انه انا نحن كنا نزرع بامية كنت اكلها ناية. اي لاف ات. حتى الكوسة كنت اكل الكوسة يعني كأنه خيار. ايه 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 هلا انا رح زيد الكاجو هون ناي. هيدي احلى تاتش. يكون خلصنا طبقنا اليوم. النتس دايما بطيبوا اي شيء بتحطهم عليه. صح. واحذر شو شاف؟ شو؟ رهف من محبين الكاجو يعني. اه والله؟ يعني هلا بترك لها شوي لانه بدها تاخذ كاجو ناي تاكله. كيف عرفت؟ بلاحظ عليك كل مرة. عن جد؟ قبل ما تبلشي بالطبق جيبوا لي وين النتس. أنا ليك بحرص على إنه عن جد هيك آكل يعني هاندفل كمشة نتس بنهاراتي سبيشلي بس كون عم قفي وجبات. سناك كثير كثير مهم في فايبر ونحن ما كثير يمكن بيقطع أيام ما بناكل فايبر مزبوط سو بيعوض لك عن هذا النقص. صح. هيدي هون طبقنا هذا صار جاهز. خلينا نبلش بس انا بدي احط شويه ملح بعد على اوكي انا رح اخذ المقبلات لهونيك اللي هن الحمص التراديشنال والحمص اللي مع بامكن. هيدي رشه ملح خفيفه. فعنا هون الخيار بياكل حمص هيك مع خيار. ايه هيدي فينا نزيد لها زيت زيتون بعتقد. ايه هيدي السلاط مع عسل جوز. خليني اجيب التليفون انا مشان نصور. للي ما لحق يتابعنا اكيد في فوت على صفحات مورنينج توك اندرسكور ال بي سي اي وعند شيف فادي صغيب كمان على الانستغرام بيلاقي كل الانجريدينتس. خلينا بعد لك هيك بنكون وصلنا على التيستينج معكم. حطهم بالنص. تفضل. أعطيناكم فكرة وصفة نباتية تبلشوا فيها أسبوعكم. ما هيك شيف؟ أكيد اليوم تملنا الخضرة طاغية يعني فينا أعطيناهم فكرة السلاد في الفريكي مع الخضرة مع الكاجو يعني منا يعني فيها مكونات هيك بتحمسك يعني منا. هون شو حطينا دريسينج؟ هون حطينا زيت زيتون دبس الرمان بس. دبس الرمان يعني هذا بطيب على كل شيء يعني ما حطينا عسل ما حطينا شيء كله مكونات طبيعية موجودة بكل بيت وبكل ضيعة وبكل زاوية. أكيد مزبوط صح. يلا بلش تسكب لنا. يلا إذا بدك أول شيء رح رح تذوق الحمص العادي ولا الحمص مع هلا العادي بعرفه يعني بعتقد يمكن لن نحن نذوق هيك النعومة تبعوله. أنا بقول حط لنا شوي من كريمي أكثر. إيه بعتقد إنه بدها زيت زيتون هيك كمان شوي. رح أحط لك أنا زيتون حطيت لك زيتون فيها. مشاهدينا نحن اليوم بتكون خلصت حلقتنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها من بدايتها من التوبيك اوف ذا داي مرورا بكل فقرات الضيوف لحتى الاطباق الشهيه مع الشيف فادي صغيب. نحن بنتمنى لكم باقي امسيه سعيده، طبعا تابعوا كل البرامج على ال بي سي اي واذا ما قدرتوا انكم تابعوا الحلقه من الاول او اذا في فقرات عبالكم ترجعوا تحضروها فما فيكم الا تلاقوها على تطبيق ال بي سي اي او على الموقع او على صفحات ال بي سي اي او صفحه مورنينج توك/ال بي سي اي.
وانا مع هالصوره بدي ودعكم كمان، واللي ما لحق يتابعنا اكيد في يشوف يفوت لعندي رهف عبد الله اوفيشال على الانستغرام، وعن جورج كمان ليشوف جورج يونس دبل ان ناقص من الحلقه. وكمان فيكم تشوفوه على ابلكيشن ال بي سي اي لبنان، يو نيد تو سبسكرايب، بتصير بجيبتكم وين ما تروحوا بتحضروا على وقتكم. نحن هيك بتكون خلصت حلقتنا، بدنا نودعكم، نتمنى لكم بدايه اسبوع حلوه. يعطيك الف صحتين وميرسي لكم، ان شاء الله يعجبكم طبعا. ثانك يو. بتجدد الموعد اكيد مع زملائنا، كونوا على الموعد. باي.